نعم هي دورة ناجحة أكيد. نحن تعودنا بهذه التظاهرات العالمية التي تنظمها الصين يعني، وتجربة الصين في التنظيم هي تجربة رائدة، ونحن نحيي الصين على هذا التنظيم، وكذلك المواضيع التي تطرح يعني المستقبل المشترك والترابط بين الدول، ويعني سعي الدول إلى أن تسهل انسيابية المنتوجات في يعني سلاسل الإمداد العالمية، لأن الآن يعني هناك التجارة الإلكترونية، هناك يعني واقع جديد للتبادل التجاري بين الدول، وبالتالي يجب إعادة التفكير في هذه العلاقات الاقتصادية، إعطاء الجانب الاجتماعي أهميته كذلك، ليس فقط التفكير في الجانب الاقتصادي، لأن كل شيء مرتبط ببعضه، وبالتالي تنظيم مثل هذه التظاهرات هو تنظيم مهم، وتنظيم يجب أن يصل إلى يعني نتائج يعني تعكس الواقع، واقع العلاقات الاقتصادية الجديدة، واقع يعني العلاقات الدولية الجديدة، يعني مبادئ جديدة تعطي أهمية للعدالة الاجتماعية، تعطي أهمية لضرورة يعني أن تضامن الدول فيما بينها حتى يكون الربح يعني للجميع، وتكون هناك آليات جديدة للتعاون ولتصدير المنتجات يعني في كل اتجاهات، بدون يعني تهميش أي دولة، وبدون يعني استبعاد جهة عن أخرى.